يوم عن يوم بتثبت اداره بيراميدز مدى فشلها وسوء ادارتها للفريق الكره، فريق الكره اللي هم جمعوه علشان خاطر قدام الاهلي والكلام ده، وبعد كده بيضموا فرد جديد للمنظومه المهترئه هو كابتن احمد حسام ميدو علشان خاطر يبقى مسؤول اعلامي او مسؤول فني عن الفريق. هو المهم ان هو جاي بيقبض في اخر الشهر او جاي بينتمي لنادي بيراميدز. ويا سلام بقى لما تلاقي ميدو بيكلم احمد فتحي واتساب وتلاقي الاثنين قلبوا على بعض، وتلاقي ميدو بيقول له هوريك، واحمد فتحي سكريناتي موجوده يا باشا، المحاسه بتاعتي موجوده، ولو حصل لي حاجه اقول ان انا مشيت بسبب ميدو مش بسبب كيس الجوافه اللي اسمه مدير الفني للفريق وهو اروى بارينا، ولا بسبب اي مشكله اخلاقيه. انا مشيت علشان خاطر عندي مشكله مع احمد حسام ميدو. فيطلع هاني سعيد يقول لك انا هرصد ومنال بستين نيله، يا جماعه السبوبه هتبوظ. لا معلش، المشكله بتاعت فتحي مش معايا، فتحي ما اتخانقش معايا في ماتشات ولا الكلام اللي بيقوله السوشيال ميديا ده. فتحي مشكلته كلها مع ميدو، علشان خاطر هو كان بيكلم ميدو واتساب وبعد كده اتخانقوا مع بعض، وانا بريء والله ماليش دعوه يا جماعه، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. ده حتى انا وفتحي كنا بنلعب مع بعض في الاسماعيلي. وتخش تلاقي سيف زاهر طبعا المعروف بالفيديو القديم بتاعه هو وميدو والفداعه بتاعته في الاستوديو، يقول لك احمد فتحي اتكلم مع ميدو باسلوب غير لائق، انزل بالطبلة يا عم الحاج. وتقعد بقى تسال نفسك سؤال، هو ده اداره فعلا ينفع ان انت تقول عليها اداره فريق وتستنى منهم بطولات؟ يا باشا دول مش اداره مراجيح مولد النبي اساسا. جايبين واحد ما حدش عارفه هو مسؤول اعلامي ولا مسؤول فني بيتكلم مع لعيب ويتخانق معاه وبعد كده يطلع يسرد للاعلام كله ان هيتم التخلي عنه في نهايه الموسم، وتلاقي الخبر بيبدا على يلا كوره وينتشر بسرعه الصاروخ ان مسؤول مهم بيراميدز صرح ان هم هيستغنوا عن احمد فتحي والموضوع بجديه، وكمان بيقول لك ان دي رده مدير فني. ويطلع هاني سعيد يقول لك لا والله المدير الفني ملوش دعوه بالموضوع، الراجل عادي يعني احمد فتحي اسم كبير والكلام ده والراجل عايزه معاه في الفريق عشان فتحي قابض. طب انا اصدق مين دلوقتي، اللي قال المدير الفني عايزه ولا المدير الفني مش عايزه؟ ما قلت لك من اول يوم ان هو ورينا ده جاي ياكل عيش، والموضوع مش موضوع مدير فني خالص، هي منظومه كلها مهترئه وكلهم بيقلبوا الكفيل، لا مؤاخذه هم كلهم بيقلبوا الكفيل عندهم، هم شغالين كده. اي حاجه تيجي من حاجه سالم الشمسي خير وبركه، هاني سعيد، محمود فتح الله، ممدوح عيد، احمد حسام ميدو، كلهم شغالين تاليف في الكافيه، فاهم حاجه بالنسبه للمصلحه تمشي. بس المشكله كلها ان المصلحه مش هتمشي برغم كل العك اللي هم بيعملوه ده، بس في حاجات كتيره قوي سيئه، والناس كلها بتقول لك سبحان الله في يوم 1/4 السنه اللي فاتت فتحي اعلن ان هو هيسيب الاهلي ويمشي، وسبحان الله في يوم 1/4 بيراميدز بيقرر ان هو يتخلى عن احمد فتحي. الله سبحان الله، ربنا اللي واقف في ظهر محمود الخطيب ده، اللي هو انتوا بتصدقوا اي حاجه وتطبلوا وخلاص، ما تبطلوا حك بقى يا حبيبي. اداره سيئه، ايه علاقه محمود الخطيب بكل الفيلم الهندي ده؟ ويطلع واحد يحط فيديو يقول لك شفت كلام كابتن محمود الخطيب على ان هو زعلان على احمد فتحي وزعلان على اللعيبه اللي مشوا، يعني عشان شويه اغبياء بيديروا النادي هناك في بيراميدز يبقى اداره الاهلي عالميه؟ يابا ايه اللي جاب ده؟ ايه اللي جاب الاهلي جنب البحر؟ ما تفهمونا طيب يا جماعه. فيمكن انا بتجنى على اداره النادي الاهلي، بس ايه علاقتها بازمه زي الازمه دي؟ ما تفهمونا يا جماعه الدنيا ماشيه ازاي عشان خاطر نعرف هنقول ايه، يعني نعرف ان احنا بنطلع نقول نشمت في فتحي ولا نعمل ايه؟ لان بصراحه اللي انا شايفه ده هي مشكله اداريه في بيراميدز، لان احمد حسام ميدو مع احترامي ليه ملوش اي صفه داخل الكيان بتقول ان الراجل ده يقدر يمشي لعيب. فلما تيجي انت تقول لي ان الراجل بيسرب اخبار للاعلام وكمان ما يقولش ان هو ميدو، يعني عمال تهدد وتعمل وتسوي في الاخر بتقول مصدر، عيب يا كابتن احمد حسام في حقك والله عيب، بس عادي بما ان احنا عندنا هنا في مصر وموضوع الاداره بقى لا يستحوا ان هم يعملوا اي حاجه، فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي حط الاداره دي عشان خاطر يفرجنا على القرف اللي بيحصل ده. انا مش من جمهور بيراميدز وعمري ما اكون من جمهور بيراميدز، بس اللي بيحصل ده عك وسفه وحاجات كتيره قوي بتقول ان في لعيبه كبيره بتتهان علشان خاطر في ناس مش عارفين يديروا النادي. اعمل لايك، اعمل لايك، اعمل لايك، هي كانت خناقه سيئه وخناقه سافله، بس اعمل ايه؟ اعمل لايك او اعمل سبسكرايب لو ما عجبكش بقى اشمت براحتك وزول اللي انت عايزه.